يا رضوان، دعنا الآن نشاهد مصدر الصور التي تذهب مباشرة إلى الفار من كل الزوايا، ونبدأها بالهدف الغير شرعي للمنتخب الكاميروني، نشاهده من كل الزوايا والصور التي ذهبت إلى غرفة الفار، والتعليق لك يا سكرين. هنايا هنا قسامة أمام اللقطة، خلي شوف شوف هذه من جهة واحدة أخرى، هنا نزيد ونشوفوها، هذا ثاني إعادة ثانية. نشاهدها إشاهدة كاملة، خلينا نشاهد الصور مثل ما هي، تلك التي ذهبت إلى غرفة الفار يا رضوان. شوفوا راه يطبع فيه، شوف هاوليك ورا هاوليك حبس، خليها هكذا، حبس هكذا ستون، عاود خليها هكذا، زيد شويه خليها هكذا. اين هو قسامة؟ الفار خليني من قسامة، الفار قادر يحبس هكذا، عنده كلش، عنده كل المعطيات، كان هنايا الا لما تسجل الهدف مباشره قسامة، وكان يتكلم مع الفار، لماذا لم يذهب الى غرفه الفار؟ ماذا حدث في غرفه الفار؟ انا لا ادري، شوف الدفع وراه، هاو الدفع وراه، هاو الدفع على مستوى الرقبه، على مستوى الرقبه، شوف في الدفع، ها وراه لما وقع ده، خلي كي تكون الكره في يد، خلي حتى ولو ضربها بوكساها وكذا فيه دفع، انت تصفر المخالفه التي وقعت، مخالفه هناك لاعب كاميروني دفع مندي، ولما مندي لما دفع مندي، باسكو ما دفعش مندي مارشا لون، بلا كان مبولحي كي يطيح في الارض يزيد يطيح عليها في الارض، ولكن كاين دفع على، شاهدناه واقف ويتكلم ولم يذهب الى الفار، ولم يذهب الى الفار، شوف انا لا 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 في صور اخرى اللي فيها خمس اعادات، مش هذه الصور، نشوف الصور اللي فيها خمس اعادات، شوف هذه، شوف الدفع والله، يعني في الرقبه تاعو مباشره، شوف يعني بارالو بالبرا تاعو في رقبته مباشره، يطبع فيه حتى وصلوا المندي. كيف انت هذه بلا فار تصفرها، بلا فار، بلا ما تروح للفار، ماتش دي غارديان، بلا فار تصفرها، بلا فار تصفرها، بلا، علاش ما علاش، هاي كل الزوايا، علاش؟ خلينا نشوف شوف هاوليك، هذو كاع الزوايا كانوا هاوليك ورا الزوايا، روح زيد شوف شكون اللي كان مافونسي للقدام؟ كان الديفونسير مولي اللور ولا لاتاكون مولي اللور؟ الديفونسير كان معناتها ان قوه لاتاكون كانت قويه على مندي باش دفعوا للور، هنايا شوف بالك زعفني بزاف قسامه، زعفني بزاف قسامه، لان هذه اسهل مخالفه يصفرها ويهني روحه، ما كاين حكم مبتدئ يصفرها، اي حكم يصفرها، هذه سا دوموند با ميم با الفار، هذه ديريكتومون يصفرها، زيد ولكن لماذا لم يطالب الفار؟ زيد انا زيد ناكد، لا زيد ناكد قسامه ماشي ما يعرفش، قسامه من احسن الحكام في افريقيا، فرق بين واحد ما يعرفش وواحد يعرف، تعمد قسامة يعرف يا ربيتري، قسام من حقه أنه يرفض الذهاب إلى الفار، يقول لك أنا شفتها هدف وما نذهبش إلى الفار، يقدر يجاوب غرفة الفار بهذه الطريقة، لابد علي أن، بصح هل غرفة الفار استدعات قسامة؟ هل غرفة الفار استدعات قسامة؟ لابد علي، شفناه يتكلم، هي الصح دركا وراه الصح، راه فلوري جيسترومو هو هذاك هو الصح، واللي عند الفيفا قادرة عندها لأن قسامة قانونيا وواجب عليه يروح للفار ومن بعد يتخذ القرار الذي يريده، بصح إذا خشن راسه وما حبش يروح للفار، الفار ماهوش راح يجيبه بالسيف، روح تشوف، بصح يتحمل مسؤولياته.